الروائي عصام يوسف شوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة مدارس مصر حلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة مقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الأول من العباقرة في مدرسة واحدة بس اللي هتفوز بكاس البطولة، وكمان في طالب واحد بس هو اللي هيفوز بكاس أفضل لاعب. أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في آخر الموسم سوف تستثمر لتطوير مدارس مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 9,552,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. تعالوا نرجع لدور الثمانية ونشوف أول مباراة، ماتش قوي جدا، وأول مدرسة معانا بايونيرز اسكندرية. مدرسة بايونيرز الدولية. احتفلت مدرسة بايونيرز الدولية بالاسكندرية بمرور 16 عام على إنشائها. صرح تعليمي متكامل يهتم بالأنشطة المختلفة والمعسكرات الدولية. المدرسة ذات طابع رياضي خاص، حيث أن الرئيس التنفيذي للمدرسة هي الرياضية الشهيرة عايدة إسماعيل عثمان، بطلة مصر وأفريقيا في الكرة الطائرة، وقد حصلت على العديد من البطولات في التنس. كابتن عايدة هي الوحيدة التي مثلت مصر في 3 منتخبات رياضية: الطائرة، التنس، وكرة اليد. شعار مدرسة بايونيرز: العقل السليم في الجسم السليم. من بايونيرز اسكندرية عندنا 8 عباقرة هيلعب ماتش النهاردة 4 بس، وأول واحد فيهم ملاك هشام. الحلقة اللي فاتت التيم بتاعنا لعب حلو قوي، كلنا قعدنا مع بعض وقعدنا نذاكر مع بعض. خلي بالكم احنا مش ضعاف، واثق من فوز. ملك محمد. الراوند اللي فات بالنسبة لي كان حلو قوي عشان كان أول مرة، الحمد لله كان مستوانا حلو قوي وكسبنا كل الماتشات. احنا الثمانية أقوياء جدا قد التحدي. عمر خالد. كانوا ماتشين كويسين، فريقنا كان كويس، استعدينا الماتش ده اللي احنا قعدنا كلنا ذاكرنا مع بعض حاجة. خلي بالكم احنا استعدينا كويس، واثق من فوز. ومارينا فادي. كان في منافسة عالية قوي، احنا ذاكرنا كتير وقمنا حاجة كتير، جاهزة للتحدي. الحمد لله على السلامة يا بايونيرز. الله يسلم. مسعد؟ ان شاء الله. ايه الماتش اللي انت كنت حاسس انه هيفلت منك؟ طيبة. كنت حاسس انه هيفلت منك؟ كان ماتش قريب قوي وكان فرق 5 طول الماتش، بس الحمد لله يعني في الاخر اتلحق. ملك، عندك احساس ان حد من الاحتياطي في مدرستك كان المفروض يشارك معاكم؟ هو احنا الثمانية كلنا جامدين، فمش عارفة، بس حاسة ان احنا بنكمل بعض ومستعدة لمباراة النهاردة ان شاء الله. قول لي يا عمر، الماتش ده بيأهلك لدور الأربعة، متوقع ان انت ممكن تلعب في دور الأربعة ان شاء الله؟ مارينا، واحنا قاعدين قبل المباراة كنت قلقانة، كان القلق باين عليكي صح؟ لسه قلقانة؟ شوية. بالتوفيق. شكرا. تعالوا نروح نرحب بالمدرسة اللي هتلعب مباراة النهاردة معانا، هي مدرسة البشاير. مدرسة البشائر الدولية. تهدف مدرسة البشائر، والتي قد تم تأسيسها منذ أكثر من 20 عاماً، إلى إنشاء جيل قوي، الشباب يؤمن بالله عن حب وانصياع، مستخدماً أحدث الأساليب العلمية ومواكباً للتطور السريع للتكنولوجيا، محباً للعالم بأسره، سواء الإنسان بجميع شعوبه وطبقاته أو الطبيعة المحيطة به، وعنده الرغبة في التعاون والتفاعل مع العالم عن حب وإيجابية. من مدرسة البشائر عندنا 8 عباقرة هيلعب منهم 4، وأول واحد فيهم عبد الرحمن ضياء. هو أكيد إحنا خلاص كده الهزام انتهى، دلوقتي دخلنا إليمينيشن راوند، in my opinion يعني ده فاينل بدري شوية، قد التحدي. بسنت سامي. كان راوند كويس مع إننا ما كسبناش كل الماتشات، استعديت في راوند 2 بإني عملت شوية ريسيرش زيادة، قلت لهم واتش أوت، بس كان نفوز وقد التحدي. عبد الرحمن نضار. احنا كنا داخلين الاول قلقانين، اخذنا ثقه بعدها وبدانا ننزل، بدانا نركز على الحاجات اللي احنا عارفين انها ويك بوينتس، وثيق من الفوز وقد التحدي. ونور الاسراوي. الراوند اللي فاتت كانت صعبه، عملنا ريسيرشز اكتر، دخلنا ديب اكتر في السبجكتس وكده، ان شاء الله واثق من الفوز.
ده شايف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قولي يا عبد الرحمن، ايه السؤال اللي اتسألته في البرنامج وما جاوبتش عليه وضايقك؟ حقيقة السؤال بتاع تمثال رمسيس. يا رب النهاردة ما يفوتش منك سؤال يضايقك كمان. إن شاء الله. دكتورة بسن، إزيك يا دكتور؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ تمام. مستعدة؟ جاهزة؟ جاهزة. إزيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. مستعد الماتش النهاردة؟ إن شاء الله. توصل الفاينل؟ إن شاء الله، إن شاء الله خير. نورة. نعم. أصغر لعيبة في الفريق. صح؟ أصغر واحدة وجايبينها ومعتمدين عليها، معناها لعيبة قوية. إن شاء الله. بتمنى لكم توفيق. إن شاء الله. اللي هيكسب النهاردة هنهنيه، ومش هيكسب هنشكره. بنتوقع مباراة قوية جدا، وتعالوا نشوف مين اللي هيوصل للدور قبل النهائي. فاينيرز اسكندرية والبشائر الدولية. ودور الثمانية هيبقى من حق أي مدرسة قبل ما الفقرة تنتهي إنها ترفع كارت العباقرة وتطلب تغيير لعيب. من حقكم في دور الثمانية تعملوا كده. ودلوقتي هنبتدي زي ما بنبتدي كل حلقة، سؤال السرعة. سؤال السرعة. سؤال السرعة مفيش عليه نقط، بس المدرسة هتجاوب الأول بإجابة صحيحة هي اللي هتبتدي الأول. والسؤال هو: طالب سوري أعدم لاغتياله كليبر عبد الرحمن ضياء. سليمان الحلبي. سليمان الحلبي إجابة صحيحة. دلوقتي هنبتدي أول فقرة، وهي فقرة العلم. العلم. العلم أربع فقرات: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. وأول حاجة نبتدي بيها هي الجغرافيا. والسؤال هو: في أي دول العالم يقع الجزء الأكبر من صحراء الربع الخالي؟ في أي دول العالم يقع الجزء الأكبر من صحراء الربع الخالي؟ فات 10 ثواني، 5 ثواني. نورة. المغرب. دبسوكي في الإجابة يا نورة. المغرب إجابة خاطئة. بايونيرز، في حد عنده إجابة؟ ملاك تفضل. روسيا. روسيا. الاحتياطي متضايق ليه كده؟ تعرف الاحتياطي متضايق ليه؟ ليه؟ لان الاجابه خاطئه. استعدوا للاربع اختيارات، والاختيارات هم: السعوديه، موريتانيا، الجزائر، العراق. ملك اجابتك السعوديه. السعوديه، يعني من روسيا رحتوا السعوديه. مش غريبه شويه دي؟ صح، غريبه صح. بس هتبتدوا بخمس نقط اجابه صحيحه. أول 5 نقاط في المباراة الباينيرز، خطفوا 5 نقط من البشاير، والنتيجة 5 باينيرز، البشاير ما عندهمش نقط. ودلوقتي السؤال التاني في الجغرافيا لباينيرز، والسؤال هو: بحر يقع بين حدود بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا، فما اسمه؟ فات 5 ثواني. عمر إجابتك البحر الأسود. عمر، البحر الأسود إجابة صحيحة. برافو عمر، 10 نقط. وبكده النتيجة 15 باينيرز، لسه البشاير ما عندهاش نقط. ودلوقتي مع فقرة التاريخ والسؤال للبشاير، والسؤال هو: في أي عام تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد؟ نورة تفضل يا نورة، ما ينفعش عبد الرحمن تتكلم معاها خالص. نورة إجابتك 1981. قريت السؤال كويس؟ إجابة خاطئة. فرصة تخطف 10 نقط. ملك تفضلي. 1974. مستعجلة انت شوية، يعني الحرب اكتوبر خلصت واحنا عاملين اتفاقية صح؟ هتفضلوا 15. اجابة خاطئة. دلوقتي هيبقى عندنا 4 اختيارات، والاختيارات هم: عمر 1987. 87 عمر اجابة خاطئة.
1978 هي الإجابة الصحيحة. البشاير لسه ما عندهمش نقط. باينيرز 15. والسؤال الثاني في التاريخ لباينيرز. والسؤال هو يعد غزو ألمانيا لبولندا هو شرارة بدء أي حرب؟ ملاك يا جماعة إيه ثانيتين يا ملاك. اتفضل يا ملاك. الحرب العالمية الثانية؟ الحرب العالمية الثانية مش شرارة الحرب العالمية الأولى. إجابة صحيحة يا ملاك. وبكده النتيجة 25 باينيرز البشاير لسه ما فيش نقط. ودلوقتي مع فقرة الأدب. وأول سؤال لمدرسة البشاير سؤال بعشر نقط. عندك 20 ثانية ما تستعجلوش. والسؤال هو كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي ومن أشهر أعماله ملف المستقبل ورجل المستحيل. فمن هو؟ رجل المستحيل. ملف المستقبل. كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي. 5 ثواني. 2. ما فيش إجابة. البشاير. ملك. فضل يدوس يا ملك. لا أنت بتدوسي يعني إيه؟ بالظبط كده. سمير فاروق. إجابة خاطئة. كده هيبقى عندنا 4 اختيارات. والاختيارات هم أنيس منصور، نبيل فاروق، كامل الكيلاني، خالد توفيق. نبيل فاروق. نبيل فاروق. طبعا ملك ادتك هدية. شكرا. وانت قابلت الهدية وعشان كده هتاخد 5 نقط. إجابة صحيحة. أول 5 نقط البشاير نبيل فاروق هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 5 البشاير 25 باينيرز. السؤال الثاني في الأدب لباينيرز. والسؤال هو من أشهر شعراء العامية وكان رسام كاريكاتير فز ومن أهم أعماله أوبريت الليلة الكبيرة. فمن هو؟ خمستاشر ثانية. رسام كاريكاتير عبقري. ده سهل السؤال ده. 5 ثواني. مفيش إجابة. مفيش إجابة. باينيرز ما عندهاش إجابة وفرصة. عبد الرحمن بيحاول يدوس على البازر بيخبط عليه. هو مش بالتخبيط والله يا عبد الرحمن. هو بتدوس. اوكي صلاح جاهين. يا عبد الرحمن صلاح جاهين هو اللي كتب رباعيات صلاح جاهين كمان وهو اللي عامل اوبريت الليله الكبيره. متاكد قريها قبل ما اجي. قريتها قبل ما تيجي. سبحان الله. انا مش عارف اتناقش. اجابه صحيحه عبد الرحمن. عبد الرحمن صلاح جاهين هي الاجابه الصحيحه. وكده البشاير معاها 15 نقطه باينيرز 25. ودلوقتي مع فقره العلوم. والسؤال هو ما المادة التي يتألف منها القلم الرصاص؟ يا عبد الرحمن القلم اهو. القلم اهو في ايدي اهو. لعلمك انا بقى ما بحبش اكتب غير بالقلم الرصاص. عبد الرحمن اجابتك ايه؟ كربون. عبد الرحمن دي كنت عايز تقول له ايه؟ انا كنت هقول له كنت بقول له جرافايت بس هو قال كربون. انت كنت عايز تقول له جرافايت وهو هو الاثنين واحد. الاثنين واحد. ما هو جرافايت نوع من الكربون. جرافايت ايزوتوب يعني. ايزوتوب من الكربون. انت قلت ايه؟ كربون. بس كده. اسم علمي. عبد الرحمن انت قلت ايه؟ جرافايت. الاثنين إجابة صحيحة. خمسة وعشرين بشاير 25 باينيرز. التعادل. باينيرز عندكم فرصة ان انتوا تطلعوا كسبانين من الفقرة الاولى. والسؤال هو اي اجزاء الجسم يستخدمه الضفدع للشرب؟ اي اجزاء الجسم يستخدمه الضفدع للشرب. مارينا انت ما دوستيش يا مارينا. ملك اجابتك. ما حدش يتكلم معايا. الجلد. الجلد.
مارينا انت كنت عاوزه لي الجلد برضه؟ ايوه هي قالتها بس هي عشان يعني مارينا بتاعها دي جابت مارينا البازل بتاعها بس مش فارقه كتير مش فارقه خالص. كنتوا كام؟ 25. هتفضلوا 25 لغايه ما نرجع بعد الفاصل مع العباقره.